أن 2000 فبراير 2011 ما عاد فبراير 2022، تغيرت الأطراف والمعادلات. اليوم الذي خرج الشباب ضده، اليوم أنا كنت أخطب في ساحات الحرية والتغيير، وكنت أنتقد، وكنت يعني ضد قضايا محددة وضحناها في تلك الأيام. اليوم نفس هذا الرجل اللي هو الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله قتل على يد ميليشيا الحوثي السلالية العنصرية الإرهابية. اليوم أنصار الرئيس علي عبد الله صالح وأنا وهم مصطفون في جبهة واحدة ضد الحوثي. فمن الغباء بالنسبة لي أنا، من أراد أن يحتفل أو أن يرقص أو أن يقيم مناحات هو حر بأي مناسبة من مناسباته، لكن أنا بالنسبة لي شوقي اليوم تغيرت المعادلات، وصار الذين خرجت ربما ضدهم اليوم أنا وهم في جبهة واحدة، دمي ودماؤهم تسيل مع بعض، عرضي وعرضهم ينتهك من الحوثي مع بعض، أموالي وأموالهم تنهب من الحوثي مع بعض، بيتي وبيوتهم تفجر من الحوثي مع بعض. فأنا بالنسبة لي ما عدت أستصيل أن أحتفل بمناسبة تغيرت معادلاتها وتغيرت معطياتها ومواقع أطرافها. اليوم يجب أن أحتفل فقط لا غير بثورة 26 سبتمبر، ب14 أكتوبر، ب22 مايو. لماذا؟ لأنها القاسم المشترك التي يهددها الحوثي. أما بقية الجهات الأخرى، المناسبات الأخرى، فمن حق أصحابها، لا نستطيع أن نمنع أحد. بالعكس، أنا اليوم أصطف مع مناسبة 2 ديسمبر. لماذا؟ لأنها كانت ضد الحوثي. كل فعالي اليوم ضد الحوثي فأنا أصطف معها.